لقطة تحول المباراة بالنسبة لي هي الدقيقة 37، لعيبة برشلونة بيستخبوا من الكورة، لعيبة برشلونة تم تسجيل الهدف الأول فيهم عن طريق ضربة ركنية للمرة الـ5500. برشلونة لعيبته تايهة جوه الملعب، فيران توريس بيتهرب من الكورة، أداما تراوري مش شايف قدامه، أوباميانج حس إن النهاردة ليلة خروج برشلونة، بدري بيستلم الكورة بيعدي من الأول والتاني وبيخش منطقة الجزاء، بيكون عنده هدوء غير طبيعي وبيسجل بيه هدف التعادل لبرشلونة، علشان يثبت للعيبة اللي جوه الملعب إن الخبرات مش متعلقة بالسن، الخبرات متعلقة بقوة الشخصية، قوة الشخصية اللي بتخليك تتقبل فكرة إنك بتلعب بره ملعبك ضد جمهور مرعب زي جمهور جلطة سراي. جمهور جلطة سراي اللي كان بيعامل لعيبة برشلونة بشكل نوعا ما قاسي جدا، واللقطة بتاع جوردي ألبا خير دليل على الكلام ده. انت بتلعب في ملعب مرعب، بتلعب ضد خصم محترم عنده من الخبرات ما يكفي ان هو يتخطاك، بس في حاجة بدري وصلها اللعيبة ان الموضوع موضوع شخصية، ان احنا لازم نتعود نلعب في الاجواء دي لان احنا برشلونة. بدري لما سجل الهدف الاول برشلونه تحس ان اللعيبه الوضع اختلف جدا بالنسبه لها، برشلونه بدانا نمسك كوره، بدانا ننقل من رجل لرجل، بدانا نشوف برشلونه بيلعب كوره حلوه، بدانا نشوف فريق جلطة سراي الناحيه الثانيه حس ان لا برشلونه لما رجع في الجيم خلاص مش هنعرف احنا ان احنا نسجل الهدف الثاني. هتقول لي ما برشلونه ضيع هجمه عن طريق فرانكي ديونج في بدايه المباراه. هقول لك للمره الـ5000 فرانكي ديونج مش بيعرف يعمل ادوار هجوميه. فرانكي ديونج لو جاله خيار ان هو رايح انفراد هيباصي او يشوط هيباص، هو ده فرانكي ديونج. لقطه الهدف الثاني اللي هو باصاها لأوباميانج بتقول لك هو ده فرانكي ديونج، خيار الباص عنده رقم واحد، انما خيار التسجيل والتصويب دي بيكون حاجات ثانويه بالنسبه لفرانكي. حته التصويب من نص الملعب الوضع مختلف من نص الملعب لانفراد، في لعيبه مش بتعرف تتعامل قدام المرمى، فرانكي ديونج واحد منهم. فنتقبل حته ان فرانك ديونج مش بيعرف يعمل ادوار هجوميه، فكره الكره بتاع الهجمه اللي ضيعها فرانك ديونج قبل الهدف الاول بتاع مارسيلو برشلونه لو جات لفرانك ديونج تاني هيضيعها تاني وتالت ورابع. الشوط التاني شفنا ان السيد تشافي قرر ان هو يعمل تغييره، هل هي اروخو مكان اريك جارسيا؟ لا، اروخو عنده مشاكل في تجديد العقد فخليه مريح معانا شويه. هنزل عثمان ديمبيلي مكان اداما تراوري. أداما تراوري وعثمان ديمبيلي المسلسل اللي بدأنا نخش فيه، مين ينفع يلعب أساسي، مين ينفع يكون تغيير، مين ينفع يبدأ، مين ينفع إن هو ينهي الماتش، بدأنا نخش في مسلسل طويل عريض. عثمان ديمبيلي بينزل، فيران توريس بيكمل من ناحية الشمال، أوباميانج مهاجم، أوباميانج عامل مباراة سيئة جدا على فكرة، بس الهدف الثاني بيشفع لأوباميانج، كرة قدام المرمى، أوبا شاط جاب جول. الشوط الأول نهى الشوط بكرة بدماغه في العارضة بتاع بينيا حارس مرمى جلطة سراي. جلطة سراي الناحية التانية ما كانش ليه خطورة كبيرة جدا الا الكرة بتاع جوميز، الكرة اللي جوميز استغل فيها تقدم خط دفاع برشلونة، وللأسف الشديد بعد الكرة دي لقيت ان برشلونة بدأ يرحل لورا كأن لعيبة برشلونة خافت من الكرة دي. الهدف الأول عطانا شخصية، شخصية من لعيب صغير جوه الملعب مش من بيكيه مش من بوسكيتس، شخصية اديها لك بدري. بدري اللي بعد الهدف الأول كان حرفيا بيدور يفتح مساحة علشان زمايله يبصوا له كل كرة اللعيبة تكون مزنوقة فيها، بوسكيتس بيكون مزنوق بدري بيظهر له، فرانكي بيكون مزنوق.